ايوه، قبل ما نتكلم بقى عن بدايه مشوار التصفيات وزراعه الحلم بقى في الجيل ده عشان يوصل لكاس عالم بعد ظهور النجوميه بتاعت الكابتن هشام عبد الرسول سواء في نادي المنيا ومنتخب مصر، اكيد الاهلي والزمالك هيغزلوك، عايزين يخطفوك وقتها. هو يعني بص ما فيش شك، كان الاهلي والزمالك طبعا انتاجهم من الناشئين او اللعيبه اللي بتطلع من تحت. فاكر انت فرقه 21 سنه كانوا بيزوروا في التلفزيون ايامنا، كنا بنتمتع كانت لعيبه. فالاهلي والزمالك ما كانش بيحتاج لعيبه كتير من بره يعني، نظره اللي هم اقوى فرقتين وناشئينهم كمان مستوياتهم كبيره جدا فمش محتاج. انما لما كان بيلاقي لعيب يعني مثلا انا سبقني النادي الاهلي 2 في السبعينات الكابتن احمد عبد الباقي نجم النادي الاهلي وبعدين الكابتن حماده صدقي. انها في التسعينات بقى لو عديت لك ما تعدش بقى، كان في عدد كبير علاء وعلى احمد رؤوف وعلى احمد شديد وخلافه. بدات معايا زي ما حكيت لك انا من 82 لما لعبت من مناطق والحاجات ديت، كان نادي الزمالك كان عايزك وقتها وفضل نادي الزمالك يحاول، انما كان نادي المنيا ما بيسيبش، ما كانش في عقود وقتها. اما النادي الاهلي بدا معايا مفاوضات من 89 كان الكابتن خطيب، كابتن شبير، كابتن استاذ حمدي الكنيسي ارحمه، كان عضو مجلس اداره وقتها. بالظبط فكانت في محاولات بس المحاولات جت متاخره وممكن نقول انها خلصت عليها الحادث يعني بعد عن هنتكلم عن الحادث دلوقتي. لكن اول محاضره للكابتن جوهري بدايه مشوار التصفيات بقى، ويبدا يحط الامل في الجيل ده عشان يرسم لكم هدف كاس عالم 90. الكابتن الجوهري كان حاجة كده تقول مثلا ايه، بص حزم مع حنان، قوة مع رحمة، يعني بيمتاز بحاجات كتير قوي. الحاجة التانية هو مصري نخاع يعني طبعا وقائد، وتقريبا يمكن اثر فيه موضوع الالتزام والتعليمات والكلام ده كله عسكرية يعني الحاجات اللي انا كنت المسها منه مثلا لما جمعنا كلنا وكان في شويه زمزاه بعض النجوم مش موجودين، وبعدين جاب فكان عامل سبوره كده على في المحاضره سبوره كده في الغرفه في الحجره يعني في الاوضه وهوبا راح رجاله جمعنا كلنا بقى وراح سحب كده الغطاء من على السبوره بتاعته وقال يا شباب كلكم ولادي وكلكم مصريين وكلكم حبايبي وكلكم نجوم وفوق راسي. قال احلى كلام، قال الناس اللي هتنفذ التعليمات دي هي اللي هتلعب معايا، مفيش فرق بين بحراوي وصعداوي، احنا بنلعب باسم منتخب مصر، مفيش فرق بين اهلاوي وزملكاوي، مفيش فرق بين اي فرقه، مفيش فرق بين نجم ومش نجم، النجم فوق راسي انما اللي هينفذ التعليمات دي بقى في الملعب لنا 10 9 بنود. ايه البنود بقى فاكرها؟ فاكر كويس جدا يعني الروح القتالية، الحماس والشراسة، المدافعة يعني زي الدافع، المهاجمة ما فيش يكره الميس باص يقول لك باص باص يعني ايه، يقول لك الميس باص ما حاجة حاسد يعمل لي ميس باص خالص. التعاون، الالتزام، التمرين في معاده، الالتزام، انضباط التكتيكي، انت واخد دور تأديه، كل البنود اللي هي ممكن تلاقيها خارج الملعب وداخل الملعب كان كاتبها على الصفحة. في وقت معين يشد وفي وقت معين يجمع يعني ياما مثلا في موقف معين اتدخل، مره موقف مثلا بين كابتن جمال والكابتن ربيع لا قدر يتوازن يمسك نفسه، خلى كابتن شوبير يتدخل يعمل صلح وباخواته حبايب لحد الوقت. لا كان بيقدر يدير امتى يدفع امتى يحرم امتى يقول. كابتن الجوهري بامان الله يرحمه يا رحمه الله مدرسه وعمل لمنتخب مصر جمهور، عمل له جمهور موحد على فكره. كان كل جماهير مصر تلتف حول منتخب مصر وقتها.